الأزمة المتكررة كل موسم، مع كل موسم أزمة النقل التلفزيوني تكررت. اليوم يبدو أنها وصلت إلى مرحلة صعبة جدا، نلاحظ الكثير من الضغط، القليل من المباريات. وهل هذه المشكلة بسبب طبيعة العقود ما بين الجهات، العقود التي البعض يشكل عليها أنها غير واضحة، مبهمة، غير مفصلة مثلا، أو أسباب أخرى؟ مثل ما تكلمت استاذ طه، انه مساله العقود المبهمه، احنا في العام طالبنا بعقد شركه الاضواء مع الهيئه التطبيعيه، نعم، ما قدرنا نحصل عليه. احنا كقانونيين ردنا نطلع عليه، نشوف الثغرات اللي بين، نشوف الامور. ليش يعني؟ هسه انا عندي عقد ويا الاتحاد الاسيوي، نعم، كقناه، نعم، حضرتك شو تقول اعطيني العقد؟ ايش اعطيك العقد؟ لا ما اعطيك اياه، صحيح ما تعطيني اياه، اوكي، لكن احنا طالبنا دا نشوف شنو الموضوع اللي دا يصير، او بعض الانديه طالبت به. طالبت بيت نادي الشرطة على أساس أنه لها حصة مالية، مو حتى لها حصة مالية، لها يعني في التفاصيل. تريد تشوف ليش ما ينقلوا لهم هاي العام اللي صار، موضوع اللغط اللي صار العام، فما اجى هذا يعني مال العقد، ما شفنا العقود مالته والشرط مالته والبنود اللي موجودة. لكن بالتالي أنه يعني أنا حسب ما أعرف التفاصيل، أنه وزارة الشباب والرياضة متعاقدة مع شركة المنار الإعلانات الضوئية لمدة 5 سنوات تقريبا، وبالإضافة إلى شركة عشتار عندهم عقد من 2016-2017 إلى 2020-2021. وبالتالي الهيئة التطبيعية تعاقدت ويا شركة الأضواء. الهيئة التطبيعية هنا صار عندك الهيئة التطبيعية هي هيئة يعني مؤقتة من الاتحاد الدولي، فمن حقها أن تتعاقد فقط مدة قصيرة الأمد اللي هي 6 أشهر، مو طويلة الأمد. فهنا أبلغوا الاتحاد الدولي في وقتها، الاتحاد الدولي ابلغهم انه لازم تعاقدون ويا شركات مثلا، او تعاقدون ما تعاقدون وياهم طوله الامد في 6 أشهر او اخرى. زين، لكن انت متعاقد ويا شركه اشتار 2016-2017-2021، هنا صار جت شركه الاضواء اللي تعاقدت وياها التطبيعيه، شركه اشتار اوت. والدليل على هذا انه شركه اشتار قامت دعوه قضائيه في محكمه المنازعات الرياضيه، زين، على اياد منيار رئيس الهيئه التطبيعيه اضافه لوظيفته.